وصلنا لمحطتنا التالية. يعني في مرض دائما بيعانوا صارين منه يمكن معظم شرائح المجتمع السوري. الصبح بتفيقي مع الكرم لك شو بكي، بتقولي لي مكتئبة. مكتئبة. نعرف اليوم شو هذا الاكتئاب اليوم، وقديش هو صحيح عم يأثر على حياتنا باعتباره مرض يمكن مصنف نفسيا، بيأثر على أعمالنا جسديا ونفسيا. رح نعرف اليوم شو هي درجات الاكتئاب، ايمت بنقول عن جد انه انا مكتئب. كل هاي القصص اليوم رح نعرفها مع الدكتورة احمد تاجي الاختصاصي بالامراض النفسية. صباحك خير وسعادة بعيدا عن الاكتئاب. اهلا وسهلا. صباح الخير. هلا ما ضل اكتئاب اليوم، شايف في خضار وخضار وجوه جميلة، خلص ما ضل اكتئاب. شكرا لك. دكتورة يعني يمكن حكيت نرمين نقطة كتير مهمة، انه دائما في الصبح خلص انا مكتئبة ما حدا يحكيني، بروح على الشغل انا مكتئبة ما حدا يحكيني، بعد شوي بصير منيحة ماشي الحال، المود بيزبط شوي. ايمت نحن فينا نقول انه عن جد نحن عنا اكتئاب، او ايمت يمكن هو لا هو حالة يمكن مودك او ضغط نفسي صغير بيمرق مرور الكرام؟ الحقيقة يعني سؤال كتير مهم، لانه اكتر الاشخاص ما بتقدر تفرق تماما بين الحزن الطبيعي او لحظات الضغط النفسي الطبيعية وبين الاكتئاب كاضطراب. يعني الاضطراب المقصود فيه مرض. مرض الاكتئاب هو من أكثر الأمراض انتشاراً بالعالم تقريباً، هو بيساوي مشاكل كتير بانقطاع عن العمل. برا بيهتموا كتير، بتعرفي في تأمين وفي شركات تأمين، فبيهتموا أنه شو هي الأمراض اللي بتأدي للانقطاع عن العمل لأنه حتدفع الشركات. فهو يعني بالإحصائيات هو من أهم الأمراض تقريباً بهالموضوع هذا. حتى نحن نحكي عن شخص أنه هو مكتئب ما بكفي أنه هو في الصباح ويقول أنا مالي مبسوط، أنا في مالي مبسوط زي ما شربت قهوتي طبيعي يعني. بس بشكل عام لازم يكون عندنا أسبوعين الحقيقة متتاليين وراء بعضهم. هالشخص هذا خلال الأسبوعين هذول بيعاني من أعراض واضحة، هيدي الأعراض أهم شيء. هي طبيعي؟ نعم شيء طبيعي. هنا أسبوعين لازم يكون أسبوعين يعني على الأقل فيهم خمس أعراض من اللي حاحكيهم هلأ اللي هن كتير ضروري أن يكونوا موجودين. أهم واحد فيهم هو المزاج المنخفض معظم اليوم. يعني مو بس بيكفي أنه نحن نص ساعة باليوم مزاجنا منخفض، لا أكثر اليوم مزاجنا منخفض. هذا الشيء بيعبر عنه المريض، بيقول لك أنا مالي مبسوط طول النهار، يا دوب ساعة بالنهار مبسوط. أو الآخرين بيلاحظوا أنه هو ما له سعيد، يعني باين على وشه ما في سعادة طوال النهار. هذا من الأعراض المهمة. من الأعراض الثانية اللي مهمة فقد المتعة والاستمتاع بأي نشاط يومي. يعني هو كان يروح مع أصحابه، بيروح هلا بس بالغصب ما له مبسوط. كان يروح يمارس رياضة ما بقى مارس رياضة، كان يروح مثلا يمشي يعمل شيء نشاطات كلها تقريبا توقف عنه. من الأعراض المهمة كمان كتير هي التعب وفقد الطاقة. دائما بيجي المريض لعنا بأن أنا تعبان ما عندي طاقة على شيء. كمان اضطرابات النوم بيبدأ يصير عنده يا زيادة بالنوم. الأكثر الأشخاص بيعرفوا نقص النوم أو الأرق بالليل، لا هو زيادة النوم أو نقص النوم. بعضهم بيهرب باتجاه النوم لساعات طويلة، بيقول ما جاء بالي ليش بدي فيه، يعني ما في شيء مهم بحياتي. أو بالليل بيحط رأسه على المخدة بيضلع بيتقلب، يا أول ما بده ينام ما بيقدر ينام، يا بيفيق عدة مرات بالليل، يا بيفيق كتير بكير الصبح. من الأعراض الثانية المهمة كتير اضطرابات الطعام، زيادة أو نقص 5% خلال شهر. يعني اللي وزنه 100 بينزل 5 كيلو على الأقل خلال شهر، ما بيعرف شو السبب، ما في أسباب عضوية لهالموضوع هذا. تردد وصعوبة باتخاذ القرارات هي من الشغلات كتير مهمة. لذلك بتلاقي أنا ما بيجوا عندي على العيادة مثلا حدا بده يتخذ قرار إن كان زواج ولا طلاق ولا أي شغلة تانية، فدائما بقول له انتظر شوي حتى نخلص من موضوع الاكتئاب بعدين تتخذ قرارك. دائما بيحط اللوم على نفسه، يعني دائما في لوم الذات، دائما بينظر للحياة وللأمور كلياتها بيشوف النقط السوداوية بس بحياته، بينما في كتير نقط حلوة بس هو ما له شايفها. تمام. يعني هو كأنه في غشاوة على عيونه فما له شايفها. لا جدوى دائما، ما في طعم لأي شيء عم يسويه. هذا هو فقدان المتعة بأي شيء اللي قلناها برقم 2 هي كتير مهمة على فكرة. من الأعراض اللي خطيرة الحقيقة ضمن هالبوتقة هي من الأعراض هو التفكير بالموت، وليس التفكير الطبيعي. كلنا منفكر بالموت، هو بيفكر بالموت لدرجة انه بيتمناه، ممكن يحط افكار انتحارية مع خطة او مع سوابق انتحارية يعني، فهون في خطورة كبيرة. اذا تجمع معنا خمسة من الاعراض هي واستمروا لمدة اسبوعين، معناته نحن عم نحكي عن مرض الاكتئاب، بنسميه اضطراب الاكتئاب دكتور الجسدي. بس معظم الحالات اللي ذكرتها هي ما بيجتمعوا مع بعضهم وما بيجتمعوا مع بعضهم، ما بيجتمعوا بالشدة هي. بس في عرض كتير مهم بس بلدنا نحن ما كتير أنا بنظر له بالعيادة بس بالكتب مكتوب. أوكي. اللي هو البدء الانخفاض بالأداء الوظيفي والاجتماعي والدراسي. يعني ما بيعود بيروح على الجامعة، ما بيعود بيروح على المدرسة، إذا بشغله ما بيعود بيروح على الشغل، بيتأخر عن شغله،
هذا عرض كتير مهم. نحن بسبب الظروف المادية هون مضطرين نروح الأكثرية، لو معنا اكتئاب مو جسيم فوق الجسيم. الظروف المادية اللي حكيتي عليها بالفقرة الأولى. تمام. بس الحقيقة كتير مهم هذا العرض. طبعا لازم ننفي دائما الأسباب العضوية، اضطرابات الغدة كتير العلاقة بالموضوع، الغدة الدرقية بتلعب دور كتير كبير بالاكتئاب، فقر الدم الشديد بيساوي اكتئاب، وكتير كتير كتير من الأمراض بتساوي اكتئاب. فنحن لازم ننفيهم أكيد قبل ما نحكي على اضطراب الاكتئاب. يعني حكينا عن الأعراض، بدنا نفوت على مرحلة العلاج اللي هي كتير خطيرة وكتير التعامل معها خطير، خصوصا بموضوع نروح على الصيدلية وناخد مهدئات. خلينا نحكي عن يمكن اسلوب العلاج المتبع مع حالات الاكتئاب حسب درجتها او خطورتها. تمام. هلا اخطر شغله الكلمه اللي حكيتيها مهدئات. الحقيقه موضوع الاكتئاب ما بدي ادخل بشيء علمي كثير عشان المشاهدين بس يضلوا معنا. الحقيقه الاكتئاب له اسباب كثيره، له اسباب نفسيه واسباب اجتماعيه وفي له اسباب كيميائيه. في بدماغنا شيء اسمه ناقل عصبي، الناقل العصبي هي مواد كيميائيه صغيره موجود باخر الاعصاب. يعني نحن نقل الاشاره من الدماغ لاي منطقه بينتقل بشكلين، كهرباء وكيمياء. بالمواد الكيميائيه هي في ماده اسمها السيروتونين، هيدي السيروتونين هي اللي عم تلعب فينا. السيروتونين هذا اذا صار في مشكله نقص السيروتونين بصير معنا الاكتئاب. لذلك نحن الادويه اللي بنعطيها الحقيقه ما بنعطي مهدئات. يعني اكثر الاشخاص اللي بياخذوا مهدئات ممكن من اطباء ثانيين، اطباء الاسنان بيوصفوا اكثر منا. هذا عم بيكون كان خطا شائع، عم خطا كثير كبير وقاتل. وللاسف عم بيروج له حتى الناس ذو المستوى الثقافي العالي. يعني نحن مثلا اذا بيروحوا لعند غير طبيب نفسي الاكثريه بيعطوا مهدئ. لا، نحن المهدئ ما هو حل، هو بيحل المشكله بس بيحلها بشكل مؤقت، ما بيحلها بشكل نهائي. هو بيهدئ المريض، بيخليه ينام، بيخليه يرتاح، بس هو ما بيحلها بشكل كامل. حل الكامل هو أدوية متعلقة بالسيروتونين. هلأ صاروا يشتغلوا على السيروتونين ونور إبينفرين وكثير من المواد الكيميائية اللي متعلقة بموضوع أدوية بتعالج العصب، أدوية بتعيد السيروتونين واللي نقص لوضعه الطبيعي اللي الناس بتسميه هرمون السعادة. أكثر الناس تطلق عليه كلمة هرمون السعادة. الحقيقة كثير مهم أنه نحن ناخده، وكثير مهم المشاهدين يعرفوا انه نحن هذا الدواء ما هو سحر. نحن بحاجه لاسبوعين لثلاث اسابيع من استعمال الدواء حتى نبدا نتحسن، ولازم استمرار فيه من 6 الى 9 شهور. طيب دكتور، قبل ما يداهمنا الوقت، بما انه هلا فرصه الهرمونات السعاده لانه كثير عم تصفن بالموضوع، عم تتخيل هرمون السعاده وتجسده على وشها. لا بس في فكره كثير مهمه لو قاطعتك. هل بضحكوا كثير مثلي عم بيكونوا مع الاكتئاب؟ على فكره في شيء اسمه اكتئاب مقنع اللي هو بيخفي الواحد خلف الضحكه هي الابتسامه تبعه. نحن دائما في عنا اصلا تعابير بحياتنا نحن بنستعملها غلط. وقت بنقول لواحد او بقول لك انا حاسس فيك، يا ايدي كلمه غير صحيحه لانه ما حدا بيقدر يحس بالثاني. يعني انا بقدر شوف ملامح عليك بتدلني على شيء، بس انه انا احس فيك هذا الكلام ما كثير صح. تعابيرنا اصلا نحن بالموضوع النفسي فيها مشكله، لانه نحن ما عم نقدر نحدد تماما شو نحن. يعني نحن صورتنا الذاتيه عن نفسنا فيها مشكله، بجوز بسبب التربوي، موضوع التربوي اللي بدا هلا يتغير، حريات اكثر للاطفال انه يبدوا رايهم ويحكوا. دكتور نحن ما معنا وقت، ثواني قليله قبل ما نختم، خلينا نقول يمكن بعيدا عن الادويه كيف فينا نحن نتخلص من الاكتئاب نحن مننا لحالنا، ان كان بالرياضه ان كان بالطبيعه ان كان بس اهم شيء الحقيقه هو موضوع الرياضه او المشي 45 دقيقه 3 مرات بالاسبوع على الاقل، انه احنا ننظم تنفسنا، نعمل في شيء اسمه تمارين تنفس، ننظم التنفس بحيث انه نقدر نرجع جسدنا لنا يصير ملكنا. تمام. كثير مهم. من الشغلات المهمه هو انه ننظم نومنا، ننام بوقت محدد، نفيق بوقت محدد، نرجع علاقاتنا الاجتماعيه. اذا بدانا ما نروح زيارات، بدانا ما نزور الاقارب، نرجع نزورهم بطريقه روتينيه ونظاميه، نرجع حياتنا لنظام معين. بس بكل الاحوال اذا لقينا حالنا ما عم نقدر نتوجه لطبيب نفسي، لانه هذا الموضوع الحقيقة اللي عم نشوفه أنه هو أكثر أسباب الخلافات والطلاقات والمشاكل عند الأطفال عم تكون بسبب أب أو أم مكتئبين. فبنتمنى أنه ما نوصل لهالمرحلة هيدي. كثير من الطلاقات توقفت بعد ما أخذوا مضادات الاكتئاب، وهلا من ضغوطات الحياة والحرب والظروف اللي مرقنا فيها ارتفع كثير موضوع الاكتئاب. يعني الحديث يطول كثير عن موضوع الاكتئاب، وأنا واثقة كثير أشخاص حبوها، والاستفسارات كثرت بالكنترول بس يمكن ما عدت. لا، المخرج بدي يسألك سؤال على ما حروح اليوم على عيادة حاول اكتب وصفات. أكيد يعني دكتور ما فينا نقول غير
هي الشغلة يعني الإرادة اللي جواتنا لا يمكن. لا المريض المكتئب إذا كان عنده اضطراب الاكتئاب إرادته الحقيقة صعب إنه يتجاوزها. نحن عنا نقص في مادة. إمتى بتبدأ إرادته؟ بعد أسبوعين من استعمال الدواء ببدأ أنا أقول له بلش تشتغل على المحيط. تمام. إجباري. 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 المحيط كتير مهم والبيئة كتير مهمة. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. أكيد دكتور أحمد تاجي الاختصاصي بالأمراض النفسية، شكرا كتير لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. أهلا وسهلا. شكرا لك.